وللمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في العلاقات الدولية. دكتور أحمد، بعد التحية، هذه الزيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موزمبيق، وتعد هي الزيارة الأولى لرئيس مصري إلى موزمبيق، كيف تراها في البداية؟ طبعا هي زيارة تاريخية وزيارة تحمل دلالات ومعنى مهم ورسائل كثيرة. أولها هي بتعكس الطفرة الكبيرة في العلاقات بين مصر والدول الأفريقية، خاصة بين مصر وموزمبيق. الدلالة الثانية أن مصر تولي اهتمام كبير بالتعاون في العلاقات المصرية الأفريقية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والفلسفية والثقافية والعلمية. بتعكس أيضا حجم المصالح والفرص الكبيرة بين مصر والقارة الأفريقية بشكل عام ومصر وموزمبيق بشكل خاص، وبتعكس أن الرئيس السيسي دائما يبحث عن نقاط جديدة في كل مناطق العالم، في كل المناطق التي لم يكن الرئيس المصري ان يزورها من سابق ولم تكن في اولويات السياسه الخارجيه. يعني في افريقيا اصبحت الان كل نقاط افريقيا، الدول الافريقيه انغولا، زامبيا، موزمبيق، هي ضمن ايضا الاهتمام المصري بافريقيا، كما راينا في نفس النهج في السياسه الخارجيه في اسيا، في اوروبا، في شرق اوروبا، في وسط اسيا. بتعكس مسيره التنميه المصريه التي تقوم على توظيف السياسه الخارجيه المصريه وعلاقات الرئيس السيسي الجيدة مع كافة زعماء العالم في تعزيز التنمية في الداخل، في جذب الاستثمارات، في فتح آفاق وأسواق جديدة أمام السلع والمنتجات المصرية، في تبادل الخبرات وتعزيز الدور المصري إقليميا وإفريقيا. العلاقات شهدت طفرة كبيرة، عادت أفريقيا إلى مصر ومعادت مصر إلى أفريقيا، خاصة في عهد الرئيس السيسي في عام 2019 عندما ترأس مصر الاتحاد الإفريقي، شهدت علاقات اقتصادية طفرة كبيرة، وبالتالي ساهمت الرؤية المصرية في تفعيل التكامل والتعاون الاقتصادي، وهو النهج الذي تتبناه مصر دائما بتأكيد رسالة واضحة أن هناك أفريقيا لديها العديد من والإمكانات البشرية والطبيعية هائلة، وأنه يمكن توظيف هذه الثروات البشرية والطبيعية لسالف القارة الإفريقية، وذلك من خلال نهج الحوكمة، من خلال نهج التعاون الاقتصادي بين دول القارة، من خلال إزالة المعوقات خاصة الصراعات الأهلية والحروب ومواجهة الإرهاب وغيرها. صحيح، واسمح لي دكتور أحمد في هذه النقطة تحديدا، ويمكن أصبحت القارة الإفريقية من أهم أولويات القيادة السياسية في مصر في الوقت الحاضر. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك بين فخامة الرئيس السيسي والرئيس الموزمبيقي، شاهدنا هذه النقطة بالتحديد وحديث الرئيس السيسي عن الإرهاب ومكافحة الإرهاب وأهمية تبادل الخبرات والمعلومات، بما أن مصر لها باع طويل في مكافحة الإرهاب. لو تحدثنا أكثر تفصيلا عن هذه النقطة واستعداد مصر للتعاون فيما خص مكافحة الإرهاب. يعني بالطبع الإرهاب هو يمثل تهديد للسلم الدولي، الإرهاب يمثل أحد العواقب الكبرى أمام تحقيق التنمية والاستقرار، لأنه لا يمكن تحقيق التنمية أو توظيف موارد أو تحقيق ازدهار اقتصادي من ظل وجود الإرهاب الذي القوة الاقتصادية يستهدف تفكيك الدول، يستهدف تفويض الاستقرار. ومن هذه المنطلقة مصر دائما ما بين تحقيق التنميه وتوظيف الموارد وما بين مواجهه التحديات ومواجهه خطر الارهاب. هي لديها تجربه رائده في هذا المجال، نجحت في القضاء على الارهاب بالتوازي مع مسار دعم التنميه وتحقيق الانطلاق الاقتصادي والازدهار في كافه انحاء مصر. هذه الخبره المصريه تمثل اهميه كبيره لدول القاره الافريقيه التي الان تشهد بعض دولها خاصه منطقه الساحل منطقه الصحراء، وتمثل صعود التنظيمات الارهابيه داعش وغيرها، وبالتالي هنا تبرز اهميه التعاون الامني، الخبرات الامنيه المصريه، الرؤيه المصريه في المواجهه الشامله للارهاب من خلال المواجهه الامنيه والعسكريه بالتوازي مع المواجهه التنمويه وتخفيف بيئه الفقر والتهميش وتعزيز التنميه والازدهار مع المواجهه الفكريه ومواجهه الخطاب المتطرف والفكر المتطرف. هذه الرؤيه تمثل شكلت شتى ناجعه حقيقه لكثير من دول العالم، وبالتالي بهذا السياق وفي ظل تزايد التحديات امام القاره الافريقيه في منطقه وسط افريقيا وجنوب افريقيا وشرقها، هناك الان بتصاعد مخاطر الارهاب والتنظيمات الارهابيه والفكر المتطرف، وبالتالي هذه النقطه تمثل اهميه كبيره لانها حجر ارتكاز وزاويه
في تحقيق التنمية من ناحية، وفي مواجهة هذا الخطر الذي يستهدف الدول الأفريقية، وهنا أيضا يبرز مفهوم الدولة الوطنية المصرية، لأن القضاء على الإرهاب أيضا يحتاج إلى تعزيز الدولة الوطنية، المؤسسات الشرعية، الجيش والشرطة، لكي تتمكن من بسط القانون ومواجهة هذه التنظيمات الإرهابية. صحيح. دكتور أحمد، يعني اسمح لي كمان، تم التطرق لعدة ملفات في خلال المؤتمر الصحفي بين الرئيس السيسي والرئيس فيليب نيوسي عن الملف والقضية الليبية، وأيضا الوضع الراهن في الأراضي السودانية وتطورات الوضع وكيفية إيجاد حلول للتهدئة وتوافق الرؤى بين البلدين. كلمني أكثر عن هذه الملفات والتوافق الإقليمي والدولي أيضا. بالطبع هذه ملفات مهمة، لأن هذه كلها ملفات أفريقية، سواء في ليبيا أو في السودان أو في غيرها، بتعكس حرص القيادة المصرية حقيقة على تحقيق وتحقيق الأمن والسلم الإفريقي من خلال العمل على تسوية الصراعات والنزاعات والمشكلات بطريقة سلمية، في إطار الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية، في إطار الحفاظ على وحدة هذه الدول، ورفض كل أشكال التدخلات الخارجية التي بالطبع تشكل عامل سلبي ولديها تداعيات سلبية تؤثر في إيقاف أمل النزاع وتعقيده وتصاعده، وبالتالي الليبيا تمثل أهمية كبيرة، والسودان باعتبارهما جزء من الأمن القومي المصري المباشر ومن دول الجوار. مصر دائما منذ البداية، منذ اندلاع الاشتباكات والنزاع في السودان، انحازت إلى تحقيق الحل السلمي، الترقية بلغة العقل والحكمة على لغة القتال والصراع، الحفاظ على وحدة السودان، الحل السوداني، تعزيز وتنسيق الجهود الإفريقية مع دول الاتحاد الإفريقي، مع الاتحاد ككيان، ومع المنظمات الإقليمية في الإيجاد، أو حتى مع دول إفريقية في شرق إفريقيا وفي الدول المعنية، كلها تسعى إلى تحقيق التسوية والحفاظ على وحدة السودان وتجاوز هذا التحدي الكبير الذي بالطبع لدى تداعيات سلبية إنسانيا وأمنيا واقتصاديا وغيرها من التداعيات. ولذلك كان هذا الموضوع أيضا استحوذ على نقاشات الرئيس السيسي في جولته الإفريقية في الدول الثلاث وفي موزمبيق أيضا. وهناك الآن تحركات مصرية تقوم على تعزيز مبادرات التسوية، الحل السلمي، تحقيق التوافق بين أبناء الشعب السوداني. أيضا فيما يتعلق بليبيا، ليبيا أيضا تمثل أهمية كبيرة، الانتقال من حالة الحزب السياسي التي يعني سادت منذ فترة كبيرة إلى إحداث حراك حقيقي يقوم على خريطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بإطار التوافق الليبي وإنجاز القاعدة السورية. كل هذا يمثل مصلحة إفريقية ومصلحة مهمة في تعزيز الأمن والتعاون بين الدول الإفريقية. يعني أفريقيا الآن حقيقة تواجه تحديات كثيرة فيما يتعلق بخطر الإرهاب، خطر اندلاع أو النزاعات الصراعات الداخلية، كلها تمثل عقبة أمام توظيف القارة للثروات البشرية. أيضا تحديات الازمات الاقتصاديه العالميه، قبل ذلك حدث كورونا، تغيرات المناخ، كلها تتطلب التحرك في اطار المسارات المتوازيه، تعزيز التعاون الاقتصادي مع تسويه الملفات والنزاعات والصراعات في اطار السلميه، في اطار الحلول الافريقيه. وهذا حقيقه ما تؤكد عليه دائما مصر، واكد عليه الرئيس السيسي في جولته الافريقيه وفي كلماته امام القمه 22 للكوميس. من جانب آخر دكتور أحمد، حديث الرئيس السيسي عن كمان تبادل الخبرات في المجال الاقتصادي والاستثماري وذهاب العديد من رجال الأعمال المصريين إلى موزمبيق من أجل الاستثمار هناك أيضا، وأشار الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي أن مصر لديها خبرة ليست بقليلة في مجال المشروعات، خاصة مشروعات البنية الأساسية كالتعليم والصحة والطاقة وما إلى ذلك. رأي حضرتك أيضا تعقيبك على هذا الأمر. يعني بالطبع هذه نقطة مهمة، لأن مصر لديها أيضا تجربة اقتصادية تنموية ناهضة، لديها تجربة كبيرة ورائدة في مجال المشروعات القومية العملاقة، خاصة في مجال البنية الأساسية. هناك ما نسميه البداية والنهاية، يعني إتمام هذه المشروعات في وقت قياسي، لها بداية ولها نهاية معينة وجدول زمني وفق المعايير العالمية الحديثة في إنشاء البنية الأساسية، في الطرق، الكباري، المحاور، في إنشاء الموانئ، في غيرها من المشروعات العملاقة والتي تمثل نهجا وإشادة حتى من المنظمات الدولية المالية فيما يتعلق بنجاح هذه التجربة التنموية. بالطبع سيكون هذا مهم في نقل هذه الخبرات المصرية إلى الدول الأفريقية التي الآن يعني تنخرط في تجربة تنموية مهمة، خاصة في دولة مثل موزمبيق وأيضا زامبيا وأنغولا، وهذه الدول لديها أيضا موارد مهمة. هناك أيضا الآن استثمارات مشتركة بين الجانبين، خاصة أن مصر والقطاع الخاص المصري والدولة المصرية يعني تركت هذه
الافريقيه الابواب الافريقيه بشكل كبير حتى من منظور الميزه النسبيه فيما يتعلق بالفرص الكبيره التي يمكن البناء عليها وتوظيفها لصالح شعوب هذه الدول. واعتقد ان تجربه مصر الصحيه في الطباعة على فيروس سي في مشروع مليون صحه فيما يتعلق بمواجهه جائحه كورونا ودعم الدول الافريقيه كما شرع السي سي ب 30 مليون من جرعات لقاح كورونا، ايضا التجربه فيما يتعلق بالامراض المزمنه والمستعصيه كلها بتعكس حقيقه هذه الرياده المصريه فيما يتعلق بالنموذج الصحي وايضا يتعلق بالنموذج التعليمي والنموذج التنموي بنموذج البنى التحتيه. كل هذا بتعكس ان مصر الان لا تدخل افريقيا تدخل من زاويه المصلحه، من زاويه المقاومات وامتلاك القدرات، من زاويه فكره النفع المتبادل مع الدول الافريقيه، وهذا حقيقه ما يعزز ويدعم العلاقات بين مصر وافريقيا ويؤدي الى التشابك الاقتصادي التي تمثل اهميه كبيره في تحقيق الامن والاستقرار في المنطقه، وايضا العوده الايجابيه على ايضا الاقتصاد المصري، لان هناك مجال نسبيه في هذه الدول في اطار تعظيم التنميه في الداخل، بما يعود في نهايه المطاف، ونقول هذا الامر في نهايه المطاف على المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته. صحيح، جزيل الشكر لك دكتور أحمد سيد أحمد الخبير في العلاقات الدولية على كل هذه التوضيحات.